السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم وقناة ذا سامت مع مستر أحمد حازم. النهاردة إن شاء الله عندنا writing a paragraph، كتابة الباراجراف أو الإيساي المقال. طبعا النهاردة إن شاء الله الفيديو هيحتوي على كل اللي أنت حابب تعرفه في كتابة الباراجراف، وهتعرف تكتب أي موضوع باراجراف أو إيساي يعني مقال بسهولة جدا. تابعنا لحد آخر الفيديو هتطلع منه مستفاد جدا إن شاء الله. يلا بينا. أول حاجة، المقال من الأسئلة اللي عادة بتكون مخيفة للطلاب. ليه؟ لأنه في طلاب كتير بيقولك إنه كتابة الباراجراف صعبة. كتابة الباراجراف سهلة لو أنت ركزت في الخطوات اللي احنا هنقولها وهنشرحها بالتفصيل. أول حاجة عشان أكتب باراجراف لازم الأول أعمل مسودة. يعني إيه مسودة؟ اللي هي صفحة فاضية كده خالص وأكتب عليها مسودة، وأحاول قراءة أفكار الموضوع وأحاول أترجمها بدقة وأحاول أكون أفكار باللغة العربية قبل ما أكتبها باللغة الإنجليزية. إزاي؟ يعني مثلا لو هكتب في موضوع معين أبدأ إن أنا أكون أفكار كأني هكتب أفكار باللغة العربية. أقول مثلا الموضوع ده كذا كذا كذا، وأبدأ أكون الأفكار قبل ما أبدأ أكتب في الموضوع. طيب لما أجي أبدأ أكتب الموضوع لازم أتأكد إن الجملة تبدأ بفاعل ثم فعل. يبقى الجملة في اللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل ثم فعل ثم مفعول ثم تكملة الجملة. رقم 3، هحدد نوع المقال حسب الموضوع المطلوب. إزاي؟ يعني مثلا في مقال بيكون قصصي اللي هو عبارة عن قصة أو موقف تعرضت ليه، وده بيكون في زمن الماضي البسيط. ساعات بيكون المقال وصفي، يعني انت بتصف شيء او تصف مكان. ساعات بيكون المقال تفسيري، يعني حقائق او معلومات عن موضوع معين. ممكن يكون مقال جدلي، يعني يتناول وجهات نظر مختلفة. يعني هتقول مثلا في ناس بتقول كذا وفي ناس بتقول كذا وانا رأيي كذا. طيب في مقال بيكون إقناعي، إن أنا بوضح وجهات النظر المختلفة وأفضل وأقول أنهي رأيي هو الأفضل من وجهة نظري وليه. أهم حاجة راعي عدم الإطالة في الجملة أكثر من اللازم. إزاي؟ في ناس بيخلي الجملة طويلة جدا تاخد سطر أو سطرين أو ثلاثة. لا، حاول على قد ما تقدر إنه الجملة تكون بسيطة علشان ما تغلطش. يجب العناية بعلامات الترقيم، وأهمها لازم أبدأ بحرف كابيتال، لأنه الكلام ده بتحاسب عليه في الامتحان. لازم أبدأ بحرف كابيتال في أول الجملة أو أول السؤال، وأضع نقطة في نهاية الجملة إذا كانت خبرية، أو علامة استفهام إذا كان سؤال. تجنب استخدام الجمل المعقدة اللي دايما بتوقعك في الأخطاء، يعني خلي جملتك تكون بسيطة جدا. لازم تراعي الترابط والتنسيق بين الأفكار في الموضوع، يعني ما أجيبش فكرة من الشرق وفكرة من الغرب، لا، أحاول أخلي الأفكار كلها مترابطة مع بعض. طبعا ده كله بعمله فين؟ في المسودة. طيب ملاحظات إضافية. استخدام الزمن، استخدام الزمن بيفرق معاك جدا في كتابة الباراجراف. أول حاجة بستخدم زمن المضارع البسيط وأحيانا المضارع التام لو بتكلم عن مشكلات عامة، يعني أي مشكلة عامة، مرور، تلوث، بطالة، ارتفاع أسعار، كذا كذا، المشاكل دي كلها بستخدم فيها زمن إيه؟ المضارع البسيط. أو الموضوعات العامة زي الكمبيوتر، الإنترنت، السياحة، دور المرأة، الشباب، القراءة، ده كلها مواضيع عامة. وأي موضوع عام بستخدم مضارع بسيط، يعني فاعل وتصريف أول، وفي حالة المفرد بضيف إس أو إي إس أو آي إي إس. طيب أستخدم زمن الماضي البسيط عند الحديث عن شيء فين في الماضي، يعني لو رحلة أو زيارة أو حادثة أو حفلة،
كله ده بستخدم فيه زمن ماضي بسيط. طيب بستخدم زمن المستقبل البسيط اللي هو will زائد المصدر لما اتكلم عن امنيات او توقعات فين في المستقبل. طيب اول حاجة كتبت العنوان، لازم العنوان اكتبه في وسط الصفحة في وسط السطر، ولازم احط two inverted commas اللي هما الكومتين علامات التنصيص اللي هما الكومتين المقلوبين. لازم ابدأ طبعا هبدأ العنوان بحرف كابيتال، هترك مسافة في أول سطر في المقدمة حوالي من 3 سنتي إلى 5 سنتي علشان لازم أسيب مسافة في أول سطر فقط. تبدأ كل الجمل بحرف كابيتال وتنتهي بفول ستوب إذا كانت جملة، لكن لو سؤال علامة استفهام. لازم أراعي علامات الترقيم وأترك مسافة بين كل كلمة وأخرى. طيب أبدأ أقسم الباراجراف أو الإيسي اللي هو الباراجراف أو المقال. هعمل introduction مقدمة، body الموضوع، conclusion خاتمة. طيب أول حاجة الانترودكشن المقدمة، دي بتكون جملة أو جملتين بشرح فيها الفكرة الرئيسية للموضوع، يعني الفكرة العامة قبل ما أبدأ أدي التفاصيل. طيب هناخد جمل افتتاحية تصلح لموضوع إيجابي زي التعليم والصحة والسياحة وأي حاجة مفيدة. أنا ممكن أبدأ بشكل مختلف وأبدأ الباراجراف بتاعي بسؤال وأقول له Can we imagine، هل يمكن إن احنا نتخيل life الحياة without بدون كذا، بدون education تعليم، بدون health صحة، بدون tourism سياحة. وابدأ ارد على السؤال بالجمل اللي جاية دي. يبقى انا ممكن ابدأ بشكل مختلف، هقول له Can we imagine life، هل يمكن ان احنا نتخيل الحياة in the absence of في غياب، او without يعني بدون، وابدأ اتكلم عن الموضوع اللي انا هتكلم عنه. يعني مثلا زي Can we imagine life، هل ممكن نتخيل الحياة without بدون education تعليم، او without health صحة، او without tourism سياحة. ابدأ بقى ارد على السؤال ده، هقول له In my opinion في رأيي، واكتب هنا اسم الموضوع، يعني مثلا في رأيي education التعليم، او health الصحة، او tourism السياحة، او doctors الاطباء، او teachers المعلمين، او libraries المكتبات، او medicine الادوية. is really important مهم جدا، and necessary وضروري nowadays هذه الايام. full stop. it may have good and positive effect، ربما يكون له good and positive effect الأثر الطيب والإيجابي on all of us علينا جميعا. full stop. I think so أنا أعتقد ذلك because بسبب إنه الموضوع ده، وحط هنا اسم الموضوع، may bring ربما يحضر لنا all the good كل الخير to our society إلى مجتمعنا. يبقى أنا زي ما قلت بدأت بشكل مختلف، هقول له Can we imagine our life، هل يمكن نحن نتخيل حياتنا without بدون education تعليم، health صحة، tourism سياحة، doctors أطباء. أبدأ بقى أرد على السؤال وأقول له In my opinion في رأيي، أنا شايف إنه الموضوع ده is really important هو مهم فعلا، and necessary وضروري nowadays هذه الأيام. ليه؟ it may have ربما يكون له good and positive effect الأثر الطيب والإيجابي on all of us علينا جميعا. I think so أنا أعتقد ذلك because بسبب إنه الموضوع ده may bring ربما يحضر لنا all the good كل الخير to our society إلى مجتمعنا. طبعا أنا ممكن أبدأ بمقدمة تانية،
بس انا هخليني في المقدمة اللي بعدها ممكن اقول we all agree that، نتفق جميعا انه الموضوع ده، واكتب هنا اسم الموضوع، is one of the most important things، واحد من اهم الاشياء، in our life، في حياتنا، and it has، ولديه its vital role، لديه دور حيوي nowadays، هذه الايام. يعني مثلا التعليم بيلعب دور حيوي هذه الايام، education، tourism، السياحة، doctors، الاطباء، teachers، المعلمين، كل ده بيلعب vital role، دور حيوي nowadays، هذه الايام. طب افرض جاب لي موضوع عن المية او كده، ممكن اقول له there are many things، يوجد العديد من الاشياء، which we can't do without، اللي ما نقدرش نستغنى عنها، in our lives، في حياتنا، one of these things، واحد من هذه الاشياء، is water، الماء، food، الطعام. طيب، طب لو موضوع سلبي زي التدخين او التلوث او الارهاب او الامراض او كورونا فيروس، فيروس كورونا، او اي شيء، او نقص المياه، او نقص الطعام، او وورز، الحروب، طبعا ممكن ابدا برضو بنفس المقدمه واقول له can we imagine life، هل يمكن ان احنا نتخيل الحياه without، بدون وورز، حروب، without، بدون diseases، امراض، بدون تيروريزم، ارهاب. هبدا ارد على السؤال واقول له in my point of view، في وجهة نظري، واكتب هنا اسم الموضوع السلبي واقول له is really serious، خطير جدا، and harmful، وضار، nowadays، هذه الايام، it may have، ربما يكون له bad and negative effect، اثر سيء وسلبي on all of us، علينا جميعا، I think so، انا اعتقد ذلك، because، بسبب انه الموضوع ده، واكتب اسم الموضوع هنا، may bring، ربما يحضر لنا all the evil، كل الشر، to our society، الى مجتمعنا. يبقى انا زي ما قلت لك، لو موضوع سلبي هقول له في وجهة نظري in my point of view، واكتب اسم الموضوع واقول له is really serious، خطير، and harmful، وضار، nowadays، هذه الأيام، it may have، ربما يكون له bad and negative effect، الأثر السيء والسلبي on all of us، علينا جميعا، I think so، أنا أعتقد ذلك، because، بسبب أن الموضوع ده may bring، ربما يحضر لنا all the evil، كل الشر، to our society، إلى مجتمعنا. طيب أنا ممكن أقول حاجة تانية، ممكن أقول we can see that، نستطيع أن نرى أن الموضوع ده stands for، يقف، an obstacle، عقبة، in the way of our progress، في طريق التقدم، so، لذلك، our state، دولتنا، spares no effort، لا تدخر أي جهد، to put an end of it، لازم أحفظ الجملة دي، اللي هي our state، دولتنا، spares no effort، لا تدخر أي جهد، to put an end to it، لكي تضع له نهاية. أنا ممكن أستخدم الجملة دي في جميع المواضيع، يعني ممكن أستخدمها في الإيجابي، وممكن أستخدمها في السلبي، وممكن أستخدمها في الإيجابيات والسلبيات، والأفضل إن أنا أستخدمها في أي موضوع أيا كان. ليه؟ هندخل الدولة في أي موضوع، لأنه كل المواضيع تخص الدولة، فهقول له our state، دولتنا، spares no effort، لا تدخر أي جهد، to، لكي. والله لو الموضوع إيجابي هقول له improve it، تحسنه، أو develop it، تطوره. يعني مثلا التعليم، الدولة لا تدخر أي جهد إن هي develop it، تطوره، أو improve it، تحسنه. طب لو موضوع سلبي
الدولة لا تدخر أي جهد to put an end to it تضع له نهاية أو get rid of it تتخلص منه. عشان كده الجملة دي لازم أحفظها. طيب لو موضوع إيجابيات وسلبيات زي أي حاجة متعلقة بالتكنولوجيا لها إيجابيات ولها سلبيات، برضو هبدأ بنفس الموضوع هقوله Can we imagine life؟ هل يمكن إن احنا نتخيل الحياة without بدون تكنولوجي تكنولوجيا موبايلز موبايلات تي في تلفزيون انترنت أيا كان الموضوع له الذي له إيجابيات وإيه وسلبيات. هبدأ أرد على السؤال وأقول له We all agree that نتفق جميعا أنه الموضوع ده has لديه some advantages بعض المزايا and disadvantage والعيوب. In fact في الحقيقة it is a double-edged weapon سلاح ذو حدين. It has positive and negative effect on us لديه تأثيرات إيجابية وسلبية علينا. إزاي؟ يعني مثلا الموبايل له إيجابيات وسلبيات، الإنترنت له إيجابيات وسلبيات، تي في التلفزيون له إيجابيات وسلبيات، كارز السيارات. فأقول له نتفق جميعا أنه الموضوع ده واكتب اسم الموضوع هنا لديه some advantage بعض المزايا and disadvantage وبعض العيوب. ليه؟ In fact في الحقيقة it is a double-edged weapon سلاح ذو حدين. It has positive and negative effect on us لديه تأثيرات إيجابية وسلبية علينا. وأبدأ أتكلم عن الموضوع. طب لو موضوع زي القدوة أو الأشخاص، يعني هو جاب لي شخص أو رول موديل أو قدوة أتكلم عنه، ممكن أبدأ بنفس الموضوع هقول له هل ممكن can we imagine life هل يمكن إن احنا نتخيل الحياة in the absence of في غياب رول موديل القدوة. هقول everyone كل شخص has لديه their own رول موديل، كل شخص بيكون لديه رول موديل قدوة اللايف في الحياة. زي لايك هم بيحبوا ان هم imitate their lifestyle يقلدوا اسلوب حياتهم and follow ويتبعوا their footsteps خطاهم. those role model هؤلاء القدوة could be يمكن ان يكونوا celebrities شخصيات مشهورة of family members من اعضاء العائلة. My role model قدوتي is واكتب اسم الشخص اللي هو جايبه أو لو أنا هختاره He taught me لقد علمني a great lesson درس عظيم that بأن success النجاح is due to يكون بسبب hard work العمل الجاد. He formed my point of view لقد كون وجهة نظري concerning فيما يخص education التعليم and life والحياة. his struggle كفاحه motivated me حفزني to exert لكي أبذل great effort جهود عظيمة to reach my goals لكي يصل إلى أهدافي. the best advice أفضل نصيحة I got from his life حصلت عليها من حياته is that there is no impossible in life ليس هناك مستحيل في الحياة. مش لازم تكتب كل ده، خد اللي يناسبك أو اللي تقدر تحفظه أو اللي تقدر تفهمه واكتبه بأسلوبك. كده انت خلصت الانترودكشن المقدمة. ندخل بقى على البادي الموضوع. الأفضل لو هكتب الموضوع ان انا برضو اسيب مسافة في أول سطر فقط. التلات جمل دول لازم يتحفظوا زي اسمك، لازم يتحفظوا زي اسمك بالظبط لأنك هتستخدمهم في كل المواضيع. هقول on the one hand على الجانب الأول واكتب بعدها أي جملة. يعني مثلا on the one hand على الجانب الأول it is good إنه جيد أو it is useful إنه مفيد
أو it is necessary إنه ضروري. On the other hand وعلى الجانب الآخر it is important إنه مهم أو it is harmful إنه ضار على حسب الموضوع سواء إيجابي أو سلبي على الجانب الأول وعلى الجانب الآخر. طيب هنكتب in addition to the above mentioned points وبالإضافة إلى النقاط السابق ذكرها ودخل الدولة هقول له our state دولتنا spares no effort لا تدخر أي جهد to لكي يا إما improve تحسن لو كان حاجة إيجابية أو حاجة مفيدة أو لو حاجة سلبية هقول له get rid of it يعني تتخلص منه. يبقى تاني لو حاجة إيجابية هقول له على الجانب الأول it is important على الجانب الآخر it is useful in addition to وبالإضافة إلى النقاط السابق ذكرها our state دولتنا spares no effort لا تدخر أي جهد to لكي يا إما improve يعني تحسن أو develop يعني تطور لو حاجة إيجابية لو حاجة سلبية يبقى get rid of it يعني تتخلص منه. التلات جمل دول هيتحفظوا في أي موضوع أيا كان هيتكتبوا فيه يعني هتقول له on the one hand وتحط بعدها جملة on the other hand على الجانب الآخر جملة in addition to the above mentioned points وبالإضافة إلى النقاط السابق ذكرها our state الجملة اللي قلناها من شوية اللي هي دولتنا spares no effort لا تدخر أي جهد to لكي لو حاجة إيجابية تحسنها improve أو develop تطورها لو حاجة سلبية get rid of it تتخلص منه. طيب هناخد شوية جمل تنفع لأي موضوع سواء كان مفيد أو ضار هقول له in fact الجملة دي هتتحفظ in fact في الحقيقة it's impossible إنه من المستحيل to lead a happy life إن إحنا نعيش حياة سعيدة without بدون لو حاجة كويسة بدون developing it تطويرها أو improving it تحسينها طب لو حاجة سلبية getting rid of it التخلص منها أو putting an end to it نضع لها نهاية. طيب اللي إحنا قلنا عليه can you imagine life هل يمكن إن إحنا نتخيل حياتنا in the absence of في غياب. طيب الجملة التانية اللي لازم تتحفظ اللي هي businessmen رجال الأعمال must participate لازم يساهموا في setting up projects إنشاء المشروعات رجال الأعمال لازم يساهموا في إنشاء المشروعات to لكي لو حاجة إيجابية لكي improve it نحسنها أو develop it نطورها أو لو حاجة سلبية get rid of it نتخلص منها أو put an end to it نضع لها نهاية. يبقى رجال الأعمال لازم يساهموا في إنشاء المشروعات يا إما عشان نطور أو نحسن أو نقضي على. طيب الجملة برضو اللي لازم تتحفظ اللي هي in the long term على المدى الطويل الموضوع ده it may turn ربما يتحول إلى disaster يعني كارثة. هخلي بالي لو موضوع سلبي in the long term على المدى الطويل الموضوع ده may turn out ربما يتحول to be a disaster إلى كارثة. طيب الجملة اللي لازم تتحفظ اللي هي the press الصحافة plays تلعب an important role دور مهم in forming في تكوين public awareness الوعي القومي. الصحافة هنا المقصود بها الصحافة المسموعة أو أو المرئية أو المقروءة سواء كان وسائل إعلام أو صحافة. plays بتلعب an important role دور مهم in forming في تكوين public awareness الوعي القومي يا إما عشان develop نطور أو
improve نحسن، أو get rid of نتخلص من، أو put an end to it نضع له نهاية. هخلي بالي دخلنا الدولة ودخلنا رجال أعمال ودلوقتي دخلنا الصحافة. طيب أنت ممكن تحط أي جملة تانية وفي الآخر تختم، كلنا هنكتب الخاتمة دي في أي موضوع، هقول له from the above. طبعا الأفضل إن أنا أسيب لها مسافة عشان أبين إن هي الخاتمة، أسيب لها مسافة 2 سنتي. هقول له from the above mentioned points، من النقاط السابق ذكرها، we come to the conclusion، نصل إلى الختام، ذات بإنه this subject هذا الموضوع is، هذا الموضوع يا إما important مهم أو useful مفيد أو fantastic رائع أو good for مفيد لي أو useful for مفيد لي. ده لو حاجة إيجابية، لو حاجة سلبية bad يعني سيء، evil شر، has negative effect لديه آثار سلبية، أو double edged weapon سلاح ذو حدين. طبعا الجملة دي هختم بيها أي paragraph، هقول له finally وأخيرا I think أعتقد I have covered إن أنا غطيت all the points كل النقاط related to the subject المتعلقة بهذا الموضوع. كلنا هنقول تاني، هنكتب الجملة دي في أي موضوع أيا كان، finally وأخيرا I think أعتقد I have covered إن أنا غطيت all the points كل النقاط related to the subject المتعلقة بهذا الموضوع. طبعا لو إيميل أنا ممكن أقول له I am sending you this email hoping وأأمل that you and your family أنك وعائلتك are all enjoying the best of luck and health. طب لو عايز اختم باراجراف ايميل هقول له I look forward to اتطلع الى hearing from you السماع منك، I am waiting hopefully for your reply انتظر بامل على امل ردك عليا. طبعا احنا قلنا الباراجراف لازم انهي بجملة finally واخيرا I think اعتقد I have covered ان انا غطيت all the points كل النقاط related to the subject المتعلقة بهذا الموضوع. لو عجبكم الفيديو سيبونا لايك وتعليق ان احنا نكمل ان شاء الله، وننزل لكم فيديوهات كتيرة ومراجعات كتيرة، وبالتوفيق ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.